ينضم معنا من اسطنبول الدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين. دكتور عبد الحميد العاني، مرحبا بكم بداية. يعني الغاية من هدم هذه القيمة الثقافية والدعوية والاجتماعية التي تساعد الأيتام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني مثل الغايات الأخرى التي يقوم بها هؤلاء الفاسدون في شتى مناحي الحكومات العراقية اليوم، حكومات ما بعد الاحتلال، ألا وهو الطمع والمصالح الخاصة والاستيلاء على المال العام والمال الخاص. وهؤلاء لا تقف عندهم أي حرمة، لا للأشخاص وممتلكاتهم ولا لمقدسات الدينية والتراثية والثقافية لغيرهم. لذلك نرى مثل هذه التصرفات تتزايد في ظل انفلات حقيقي وفساد حقيقي في شتى نواحي الحياة العراقية اليوم. فلا يوجد قانون يحمي المستضعفين ولا يحمي الممتلكات لا الخاصة ولا العامة. يعني أصدرتم بيانا دكتور عبد الحميد في هيئة علماء المسلمين أدنتم فيه هدم جمعية التربية الإسلامية. تكرار مثل هذه الحوادث في العراق ماذا يعني؟ يعني مثل ما قلت قبل قليل، انفلات القانون، وكل يتصرف بحسب هواه، وكل يحاول أن يجني من المال ما يستطيع، لأنه لا يوجد هنالك أي جهة تحاسب، لأن الجهات التي يفترض بها أن تحاسب وأن تراقب وأن تحفظ هذا المال هي التي تقوم بمثل هذه الأعمال. ورأينا كم من المليارات قد نهبت من أموال العراقي الخاصة والعامة، ورأينا كم من الممتلكات أو الأوقاف الإسلامية قد تم الاستيلاء عليها من مساجد وأوقاف أخرى، وليس هنالك للأسف لا يوجد هنالك جهة تتصدى لهؤلاء الفاسدين ولا تقوم بمنع مثل هذه الأمور. والعجيب الغريب أن هنا المشاركين حتى في هذه الحكومات من يدعي تمثيله لهذه الجهات المستضعفة أو هذه الجمعية وأهلها ومن ينتفع بها والمساجد وما حولها، نجد حتى هؤلاء قد سكتوا وصمتهم يقارب من صمت أصحاب القبور. يعني مع عدم وجود جهة تتصدى لهؤلاء الفاسدين، ومع وصول العراق إلى هذه النقطة من الاعتداء حتى على الملكيات العامة والخاصة وحتى أيضا الاجتماعية، ما تداعيات ذلك يعني على العراق مستقبلا؟ يعني نحن نرى التداعيات كثيرة، وهذا الانفلات حينما يتزايد فمعنى هنالك ستكون لغة الغابة هي التي تسود، والقوي سيأكل الضعيف، وحينئذ سيكون أو تنجر البلاد إلى فوضى عارمة تسود كل المرافق الحياة. فنحن نرى ونشاهد اليوم أنه الفساد الذي قد استشرى في كل المرافق الحياة السياسية والإدارية قد وصل إلى كل الأمور، بل حتى أن بعض المراقبين والجمعيات المحلية حتى قبل العالمية تتحدث حتى عن الفساد الذي وصل للأسف إلى القضاء أو سلطة القانون التي يفترض بها أن تقوم بهذه الحماية، حماية هذه الممتلكات. ما المطلوب دكتور عبد الحميد لتغيير واقع الحال في العراق؟ يعني بمعنى آخر، إلى أي مدى يمكن ربط تدهور الواقع السياسي بهذا الاستهداف للجانب الاجتماعي والدعوي؟ نحن طبعا نرى أن هذه الأمور تتزايد مع كل مرحلة من مراحل ضعف ومفاصل هذه الدولة أو الحكومات المتعاقبة عقب الاحتلال. لذلك هنا لابد نقول أن الحلول الترقيعية لن تجدي نفعا. نعم، واجب الآن كل من تقع عليه المسؤولية، سواء كانت الآن الذي يتصدر في الشرطة أو الداخلية، وزارة الداخلية كما تسمى، أو القضاء، أو المسؤول عن المنظمات المجتمع المدني، الجمعيات وغيره، كل الأجهزة هذه مسؤولية مباشرة عنها. لكن نحن نتكلم الآن عن حالة عامة وليست عن هذه الجزئية فقط، فلا بد هنالك أن يكون حلا جذريا، وهو معالجة أسس هذا الفساد، أسس هذا الانفلات، أسس هذا الأمور التي باتت تنخر في البلاد. لا بد من إيجاد وضع صحيح وجذري شامل لإنقاذ العراقي وإرساء مؤسسات قانونية ينعم العراقيون في ظلها بالأمن والأمان ويأمنون على ممتلكاتهم وأعراضهم وأموالهم. شكرا دكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الثقافة والإعلام في هيئة علماء المسلمين، كنت معنا من إسطنبول.